كولر مع النادي الاهلي يا كابتن عادل، الف مبروك والدرع يقترب بشده يا كابتن عادل. انت خدت من على لسان الاحصائيه وعملتها. انا اعملها حاجه جميله قوي انك انت تكون الاول في كل حاجه. صحيح. لدرجه انك انت بس انت عندك رقم واحد بس هو اللي متساوي فيه مع الاتحاد السكندري اللي هو عدد التعادل. الخمس تعادلات. خمس تعادلات وخمس تعادلات. لكن بس الحمد لله الفريق الوحيد اللي بدون هزيمه حتى لو ان شاء الله لحد اخر الدوري. والاكثر فوزا 21 مباراه ودي كان بيراميدز 20. صحيح. والاكثر تهديفا 51 كان بيراميدز 50 لحد امبارح. فدي حاجات كويسه جدا للنادي الاهلي، بس هو الاقوى والاحسن للنادي الاهلي تهيألي. الحمد لله دي البطوله الرابعه خدناها. عندك البطوله الخامسه ان شاء الله مرشح فيها. مرشح لسه والسوبر مرشح طبعا لسه ما خدتهاش. والسوبر الافريقي لسه ما خدتوش ان شاء الله. وكمان كاس مصر ممكن لو يعني لو هتلعب النهائيات بتاعته السنه دي هتوصل انك انت ان شاء الله يبقى عندك سبع بطولات. لو خدت السبع بطولات السنه دي تبقى حاجه كويسه، زائد انك هتلعب في كاس العالم للانديه ده يبقى صحيح. يوم 28/12 حاجه كده، يبقى لسه برضو في السنه في جوه السنه دي. لو عملت رقم كويس جدا او خدت ثالث خدت اما الدنيا هتبقى انت عامل انجاز غير مسبوق في الكره في العالم، يعني مش وليس في مصر بس. المهم اللي انا الحاجه اللي خلتني كمان سعيد طريقه اللعب اللي احنا بدانا نلعب بيها. اولا انت بتكسب من اسرع ومن اقرب الطرق، ودي حاجه تحسب للفرق الكبيره. الفرق الكبيره احيانا لو انت ذاكرتك تتذكر فيها، لو الذاكره عاوز تحسب مباريات الموسم لفرقه زي فرقه النادي الاهلي او الريال او اي فرق كبيره في العالم، هتلاقي انك انت تقدر تحسب عندها. مثلا هتقول ان في 4 5 6 7 ماتشات في علامات، وباقي المسابقات الدوري والمباريات انت كسبت وكسبت كويس. انت ذكرت هنا مكسب كتير قوي 3-0، ونتيجه 3-0 في كره القدم دي نتيجه كبيره جدا طبعا. يعني هو النتيجه الامثل دائما، يعني النتيجه اللي فيها تنافس اللي هي 1-0 اللي فيها فوق يعني نسبه الفرقه تبقى مترجحه 2-0، لكن 3-0 تقدر تقول ان فرقه بعيد عن فرقه شويه. يمكن لو اديتها نسبه هتلاقي 70-30 مثلا. لو انت اما 4 بيبقى 10 و15. ولكن في اخر الامر اللي انا اقدر اقوله لك ان احنا ماشيين بصوره جيده جدا. اللعيبه بتاعتنا بقت ما بتضيعش اهداف كتير، ودي كانت مهمه. اول السنه كنا بنضيع اهداف كتير، يمكن حتى شفت الكهرباء، يمكن محمد شريف دائما بيبقى مشدود مش عارف ليه. انا اتمنى محمد شريف انه يهدى في حته التهديف، هيجي الجون هيجي. بس خلي بالك بيبقى فيه برضه في بعض الحالات بيبقى غايب عنك التوفيق. الضغوط ولا التوفيق؟ لا انا بتكلم على التوفيق. يعني لما كمان بيغيب عنك التوفيق في اكتر من لعبه، ممكن في بعض الاوقات تاخد قرار خاطئ، او في بعض الاوقات تحس ان الثقه هربانه شويه منك، فبالتالي بتاثر على ادائك في الملعب. بس بيجي حاجه مهمه كابتن ايمن عايز اقولها لك. التوفيق حاجه طبعا مهم، ولكن التركيز، الممارسه، انك انت ليه مضغوط؟ ليه ضغط نفسك؟ ليه دايما الهداف بينزل الملعب بيبقى عاوز يجيب جول؟ لما بيحب يجيب جول وانت كنت راجل هداف وعارف الامر ده، احيانا لما تبعد عن الجول وتحسس ان انت مش هتجيب جول بتنزل تجيب جول واثنين وثلاثه. لكن ليه تضغط نفسك؟ غابت عنك اهداف قبل كده كتير، وبعدين كنت بتشد نفسك، كنت بترجع بعد صعوبه، لانك انت اصلا طول الوقت انت شاغل نفسك انك انت عاوز ترجع تبقى هداف. انا بقول لمحمد شريف العب، اتحرك، خلي صحابه اللعيبه الباقيه يجروا ويعملوا ويتحركوا وتعمل لهم مساحات، مش لازم انا اللي اجيب الاهداف كتير. هو هدف علي معلول الاول. هو انت عايزنا نشرح الاهداف ولا عايزنا ممكن اتكلم براحتك عادي مفيش مشكله، مش شرح معين للاهداف، احنا ممكن نجيبها بعد كده بس كمل كلامك. انا فاكر عشان الدكتور جابها فاكر ان احنا نشرحها يعني. لا هو جايب الاهداف. طيب انا بس اللي عايز اقوله لك يا كابتن ايمن ان احنا طول الوقت في الوقت الحالي وصلنا ان النادي الاهلي بقى عنده اريحيه في المباريات، بقى يلعب كره جميله جدا، بقيت انت
توصل لاهدافك من اقرب طرق. ودي الفرق الكبيره احنا وصلنا لها، وصلنا لها كويس مع كولر. وكانت السبب ايه؟ راحت اللاعبين، انك انت بتحضر لاعبين كتير قوي، عملت دلوقتي ما فيش اساسي واحتياطي. تقدر تقول لي دلوقتي كام لاعب اساسي وكام لاعب احتياطي عندك؟ الطبيعي ان بيبقى في 11 12 في الوقت ده في السنه عندنا اخر السنه، وبتلعب اضطراري في اخر السنه، بقالك سنتين انت بتلعب اضطراري كتير. انت دلوقتي عندك لعيبه جوه الفرقه، جوه فرقتك بتلعب لعيبه على الدكه اساسيين، ايوه لعيبه بره اساسيين، صحيح. بدليل اديك دليل النهارده، حسين الشحات لعيب اساسي مش متواجد النهارده. حمدي فتحي لعيب اساسي مش متواجد. تعال خد اللي على الدكه، طاهر محمد طاهر اساسي، كهربا اساسي، هقول لك مين، كل اللعيبه اللي حتى القندوز بدا يبقى يعني بياخد، وبدا ياخد كتير. انت عندك رامي ربيعه بره الفرقه واساسي، قاعد بره اساسي، كان بيلعب الماتش اللي قبله. فانت وصلت مستر كولر، وصل لحاجه كويسه قوي، ان عنده حوالي 17 18 لعيب اساسي مظبوط، والباقي بيبقى احتياطي اللي هو جاي بعد كده. وبعدين في اريحيه، لا مع ان انت المفروض في التوقيت ده من السنه ده بالنسبه للبطولات اللي انت شاركت فيها يحصل نوع من انواع الاجهاد شويه. هو عمل بقى نقطه مهمه اللي احنا اتكلمنا فيها انا وانت قبل كده كتير يا كابتن ايمن، بالظبط، مش تدوير، كان تحضير. ايوه هو حضر المجموعه دي، وصل للدرجه دي للوقت ده، انه لو انت رجعت قعدت مع مدرب احماله او مخطط احماله، لو قعدت يا كابتن تتكلم معاه في ال 18 لعيب وطلع لك الدقائق اللي لعبوهم طول السنه، هتلاقيهم متقاربين جدا. قصدك على معظم اللعيبه ولا على مجموعه معينه؟ من ال 18 هتلاقي حوالي 13 14 لعيب متساويين جدا. بص هحاول اجيبها، يعني حاجه هحاول اجيبها بالتوقيتات. يا ريت تجيبها، هتلاقيهم متساويين. ان شاء الله. بمعنى ايه متساويين؟ ان انت لو كنت الموسمين اللي راحوا منك الدوري قبل كده، اللي كان بيحصل مع بطولاتك الكبيره، كان ايه اللي بيحصل يا كابتن ايمن؟ كان بيحصل ان في واحد لعب له مثلا حوالي 40 مباراه، وواحد لعب له مباراتين ولعب مباراه واحده. صح. لكن تعالى احسبها مباريات بس، احسب، خلينا نتكلم ما بين كهربا ومحمد شريف. كهربا ومحمد شريف، هتلاقي في عدد المباريات هتلاقيهم متقاربين جدا. طيب عايزك تحسبها ما بين مثلا، انا بكلمك على الاساسي مش كل الفرقه، هو انا قلت لك ان هو وصل ب 18 لعيب، 17 لعيب اللي هم متواجدين، واثنين النهارده، شيل كريستو لسه بادئ، شيل قندوسي مثلا لسه بادئ، بس دخل حمدي فتحي ودخل حسين الشحات. ايوه انت لو جبت المجموعه دي وكل اللي في الملعب حوالي 17 لعيب، هتلاقي متقارب مبارياتهم قوي. عددهم ما تقولش انه في فرق كبير زي السنين اللي فاتت، يعني ما العبش انا 30 مباراه وانت تلعب لي 3. لا انا ممكن العب 25 مباراه وانت تلعب 20. ايوه ممكن العب 17 انت تلعب 10 12 ماشي. 13. هو ده الفكر اللي عمله مستر كولر عشان يرجع لحته او يعني يتخطى حته الاجهاد اللي هو كان اللي حصل السنتين اللي فاتت. انت عارف السنتين اللي فاتت من تلت الاخير في كل دوري انت بتلعب اضطراري كل مبارياتك. ايوه انا اتذكر في مباراه انت غيرت 3 لعيبه اول 5-7 دقائق، غيرت 3 لعيبه لدرجه ان انا اصابات، يمكن انا قلت لك كان في قرار فرق معانا السنه دي قرارين، القرار بتاع دفع بالماشين وراحه اللاعبين، وده كانت من اداره النادي، والحاجه الثانيه اللي هي بتاعت كولر اللي هو بدا يجهز لعيبته. وصلت انت دلوقتي انك انت ممكن بتنقي لسه الفرقه اللي تقعد تختار اللاعبين يلعبوا المباريات، ويبقى عنده حيره في الاحتياطي والاساسي زي النادي الاهلي، تبقى في الوقت ده من السنه تبقى انت واصل لمرحله كبيره قوي في كره القدم. صحيح. هو مستر كولر وصل للمرحله الكبيره انه بقى عنده اريحيه دلوقتي، انه لسه بيختار الفرقه اللي هتلعب. في الوقت ده من السنه يا كابتن بتلعب اضطراري كل المدربين، تعال امسك اي فرقه ثانيه بتلعبك،
هتلاقيهم بيلعبوا اللعيبه دي غصب عنهم لانه هم اللي سلام مظبوط او هم اللي جاهزين او هم اللي مش ما عندهمش هد ما عندهمش لا انت دلوقتي لسه بتختار تختار انك تريح حسين تختار انك تريح حمدي فتحي في حد يريح حسين وحمدي فتحي لما لازم يكون عنده لعيبه تانية قويه احسن اتنين لعيبه كانوا في الفرقه ده هيجرني ان انا كابتن شريف اتكلم على